أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح العربية. صباح الخير شربل، صباح الخير لكل متابعي صباح العربية في كل مكان. يوم جديد وفقرات متجددة من صباح العربية. نبدأ بالعناوين. مع الضغوطات النفسية والمادية التي فرضها كورونا، ارتفاع كبير لحالات الطلاق في دول العالم ومنها السعودية. نتحدث عن الموضوع اليوم. مهرجان تورونتو للأكلات الشعبية العربية يحيي أطباقاً بأيادي نحو 40 امرأة لتعريف الأجيال المغتربة بنكهة بلدانهم. فاطمة الهاشمي صوت أوبرالي خليجي يتألق على خشبات المسارح ويطمح للعالمية. المواضيع في حلقتنا أيضا: يهدد شعر النساء والرجال على حد سواء، والقلق والتوتر من أسبابه. الثعلبة موضوع فقرتنا الطبية لليوم. بعد تخفيف قيود كورونا، أربيل تعاود فتح أكبر حديقة للحيوانات في الشرق الأوسط أمام مواطنيها والسياح. روبوت فرنسي يعد عشرات أقراص البيتزا في نفس الوقت، وعمله يتناسب مع إجراءات الوقاية من كورونا. الروبوت بيسهل الحياة، عايزين واحد في البيت. راسلونا على هاشتاج البرنامج صباح اندرسكور العربية، وسؤالنا تفاعل حلقات اليوم: برأيك كيف ساهم كورونا في زيادة معدلات الطلاق؟ أهلا بكم إلى أولى مواضيعنا اليوم. شهدت مدينة تورونتو مهرجانا للمأكولات الشعبية العربية بمشاركة نحو 40 امرأة تنافسن في تقديم أشهى الأكلات الشعبية التي تعكس تراث بلدانهم. في مبادرة لتعريف المجتمع الكندي بالمأكولات العربية والمساهمة في ترسيخ التراث في أذهان الأجيال المغتربة. التفاصيل مع الزميلة رفاة السعد. في أجواء فاح منها عطر نكهات الأكلات الشعبية، تجمعت الجالية العربية من جميع البلدان في مدينة تورونتو الكندية لتعرض أكلات شعبية تميزت بها بلداننا العربية. اليوم احنا متواجدين في منطقة تورونتو لإحياء التراث المأكولات الشعبية، وطبعا متواجد معنا هون من كل الجاليات العربية: لبنانية، فلسطينية، عراقية، مصرية، بحرينية، ومن لبنان، ومن كل الإخوان العرب متواجدين. الهدف من هاي هذا إحياء هذا التراث هو إنه نعرف أبنائنا اللي خلقوا هون في هاي البلد إنه يتعرفوا على هاي المأكولات، لأنه كل أكلة هي انعكاس عن كل بلد وتراث بلادنا اللي احنا خلقنا فيها.
مهرجان الأكلات الشعبية تجمع استذكر تراث العرب التي تحاول الجاليات المغتربة أحيائه وترسيخه في أذهان أبنائهم وأحفادهم. ونحن دائما بنحرص على انه نعمل اكلات بلادنا خاصه هون بالغربه عشان اولادنا يعرفوها ويتوارثوها عبر الاجيال ويتعلموها. احنا هون اليوم كرمال نعرف المجتمع الكندي على الاكلات العربيه الشعبيه بشكل عام، يعني كل انواع الاكل انوجدت على هاي الطاوله. استغلت الجاليه العربيه الفرصه لتعرف المجتمع الكندي بثقافتهم وتراثهم واكلاتهم. أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنعبر ونقول إلى أي مدى ساهم المجتمع العربي في التنوع الثقافي، وأنا أقف مع أخوتي وأخواتي في هذا المجتمع كل يوم. الأجواء التراثية الجميلة قربت المسافات بين المشاركين وغفلوا عن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا التي أكدت عليها إدارة المهرجان. أكلات شعبية بطعم عربي مميز، رائحتها فاحت في كل مكان، فجذبت الكنديين والعرب الذين حافظوا على تراثهم. رفاه السعد، العربية، تورنتو. عودة إلى سؤالنا التفاعلي من جديد، كيف ساهم كورونا في زيادة معدلات الطلاق؟ خلينا نشوف شرب التعليقات والمشاركات والتغريدات على هاشتاك صباح أندرسكور العربية. صباح الياسمين لجلوس الرجل في البيت وتدخل بكل شاردة وواردة، أصلا جميع المشاكل تأتي من الرجل لله المشتاق. حلو كتير. شكرا يا شريف. كلام لك يا جرى. للأسف كورونا ساهم في كل ما هو مضر للإنسان. صباح الخير. الحجر المنزلي ومنع التجول أدى إلى اضطرابات نفسية مما تسبب في الكثير من المشاحنات أدت إلى الطلاق. صباح الخير يا مهندس. تفاصيل العلاقة كانت مبنية على التباعد الاجتماعي، الكل مشغول في عمله، وكورونا أزالت التباعد وخلقت قرب مميز جدا، لكن لم يتحمله الأزواج، وظهرت تفاصيل سلوكيات تتباين في القبول والرفض من توتر وعدم تحمل الآخر، وكانت كورونا بداية الانهيار بينهم. شكرا يا حنان. بس في ناس كان متجوزة 10 و15 سنة وفجأة اكتشفوا أشياء مش ما يعرفوهاش عن بعضهم بقالهم سنين، يعني ما بعتقد فجأة يمكن اكتشفوا هالأشياء، يمكن في مشاكل متراكمة من قبل وأدت يعني نوعا ما بسيطة يعني في تظهر من كثر الاحتكاك، يعني دائما الاحتكاك هو اللي بيولد هذه المشاكل. بالضبط، بس أكيد بيكون في مشاكل أساسية هي بتأدي للطلاق. وجهة نظر. خلينا نشوف تغريدة أخرى. أكيد هذه المشكلة تبين معدن الزوجة بالصبر على زوجها عند فقدان العمل وضيق الحال، والعكس صبر الزوج ورعايته لزوجته بالحنان في فترة الحجر الصحي. الموضوع متبادل بنسبة كبيرة وسببها الحجر والظروف الاقتصادية غالبا. شكرا يا عبد المنعم. أعتقد ساهمت كورونا بسبب قلة الإيرادات للزوج مقابل متطلبات البيت والزوجة والأولاد، وكذلك الاحتكاك المباشر واليومي بين الزوجين بسبب الحجر. لا، بالمقابل يمكن في بعض الأشخاص وبعض العوائل استفادوا من كورونا لتوطيد العلاقة بيناتهم. كمان صحيح، يعني نسب، لكن نسب الطلاق يمكن كان هناك ارتفاع، يعني كان عندهم انشغال بحياتهم العملية وكورونا كانت فرصة لحتى يمضوا وقت. طيب بصراحة برأيي الشخصي لا أعتقد أن مرض يساهم في زيادة معدلات الطلاق إذا توفرت الإرادة والتفاهم بين الأزواج. هذا رأي عبد الرحمن. على الأغلب بسبب الضغوطات المنزلية والحجر المنزلي وتكرار الروتين اليومي الممل ينتج عنه قرارات سريعة خاطئة. شكرا يا أحمد. لو كان زوجان متفاهمان فعلا فلا كورونا ولا غيرها تفرق بينهما، كورونا مجرد حجة وهمية وسبب الحجر المنزلي لأفراد العائلة، وبالنتيجة قد تحصل بعض الخلافات التي لم تكن بالحسبان من الزوجين، لكنها ليست وسيلة للطلاق. خليك بالبيت سبب الطلاق. تحياتي لمحمد. الاحتكاك اليومي أصبح أكثر من قبل.
ده اللي كنت بكلمك عنه، الاحتكاك وبساعات طويلة يعني أنت مش متعود عليها. بالضبط، كسر روتين يمكن. ما له علاقة كورونا بالطلاق، بالعكس عرف الرجال مسؤولية المرأة وكثرة انشغالها في البيت، والله يساعدها من الفجر إلى منتصف الليل وهي تعمل، والله يساعده كمان هو من الفجر لمنتصف الليل وهو يعمل. طيب، هاي آخر تغريدة بسبب الضغوطات النفسية والاقتصادية والمهنية الناجمة عن كورونا. زادت من الخلافات الزوجية بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق في كل دول العالم. وين عادل؟ وشكرا عادل يا جماعة، في إجازة وإن شاء الله يرجع بالسلام. ونوجه تحية طبعا لعادل. أكيد. طيب، ننتقل إلى الخبر التالي. نشرت مدونة أمريكية على تويتر مقطع فيديو وهي تغني جزءا من أغنية زمان الصمت الشهيرة طبعا للفنان السعودي الراحل طلال منتاح، ليتداوله المغردون على نطاق واسع. وأرفقت الفيديو مع تعليق قالت فيه: أتمنى أن تستمتعوا بهذه الأغنية الوحيدة باللغة العربية التي أحفظها منذ 40 عاما، ومؤكدة أن كلماتها بالعربية لا تضاهيها الترجمة إلى الإنجليزية ولا تنقل جمال معانيها. نسمع. حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي، كتبت في جدار الوادي على لوني سم الهادي، على الوادي على موتي وميلادي على لوني سم الهادي. حبيبي يا حبيبي، أنا عمري أنت دياري لك، لا تحرمني حياتي لك وترهل. حبيبي يا حبيبي. إلى موضوع جديد، نشتري ذهب مصائب قوما عند قوم فوائده. ريما كانت بتنصحنا نشتري الذهب. يا لمرت الجاي إن شاء الله بالحجر التالي. لا خلاص بكفي. شهدت أسواق الذهب في بريطانيا ارتفاعا في أسعار بيع وشراء السبائك والمجوهرات رغم تفشي وباء كورونا، فيما شجع الخبراء الناس على شراء الذهب لأنه يمثل ملاذا آمنا في أوقات الأزمات. مع أن حجمها يبدو بحجم الهاتف المحمول، إلا أن قيمة كل واحدة منها تساوي 50,000 جنيه استرليني. إنها سبيكة الذهب المطلوبة حول العالم حتى مع تفشي فيروس كورونا. مع بداية ظهور فيروس كورونا قمنا ببيع المزيد من الذهب والفضة على مدى شهرين، أكثر من مبيعاتنا في عام كامل. هذه المعادن الثمينة يعتبرها الناس ومنذ القدم ملاذا آمنا في أوقات الأزمات، فرغم تراجع أسعار النفط والأوراق المالية يسجل الذهب والفضة ارتفاعا بمستوى قياسي بلغ أكثر من 2,000 دولار أمريكي خلال يوليو الماضي. ارتفاع أسعار الذهب والفضة يعتمد على تأثر الأسواق بالأزمات حول العالم، لكن الناس يعتبرون الذهب ملاذا آمنا وأسعاره ترتفع ببطء شديد. خبراء الذهب باتوا يشجعون الناس على الاستثمار في المعادن الثمينة لكونها مطلوبة في كل الأوقات وخصوصا الأزمات، ويمكن الاستفادة من بيعها. شهدنا خلال الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا في عدد الزبائن لبيع الذهب مقابل مبالغ جيدة، خاصة السبائك والمجوهرات. وفي زمن المصاعب والحروب وحتى الوباء يلمع الذهب، وخصوصا في جيب من حفظ قرشه الأبيض ليومه الأسود. جاسم محسن، العربية. نذهب إلى إيطاليا. تحاول البندقية استعادة بريقها السياحي لهذا الموسم مستعينة بالسينما، وذلك من خلال إقامة أول مهرجان سينمائي يتزامن مع تفشي جائحة كورونا في أوروبا كلها. نتابع. مدينة البندقية عاصمة الأفلام والسينما تظل مستيقظة لا نائمة وتتشوق لاستقبال جمهورها على قواربها العائمة. فالإيطاليون يأملون بأن يعج مهرجان السينما الدولي للأفلام بصخب الزوار وتلألؤ الأنوار كما هو مبرمج في موعده من كل عام. سكان البندقية يتحدون تفشي الوباء بالفن، خاصة بعد أن أدخلت كورونا المدينة في سبات لعدة أشهر. مهرجان البندقية شيء جميل، وأنا لا أعرف كيفية التعبير عن شعوري، إنها مشاعر عاطفية. إيطاليا فضلت اتباع سياسة الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي بدل إلغاء المهرجان.
الجمهور هذه السنة مستثنى من الاقتراب من السجادة الحمراء والفنانين، كما يحتمل غياب نجوم هوليوود وبعض أفلامهم. وسطتها كمامات الوجه على صور السيلفي، محاولة بعث الوهج السياحي والسينمائي لإيطاليا والبندقية المدينة كان إشارة مهمة لقرار إقامة المهرجان. فهل ستنجح إدارة المهرجان في استقطاب الجماهير وأنظار المعجبين لإنجاح هذه النسخة؟ وهل ستكون التجربة مختبراً للتجمعات الثقافية المقبلة؟ نجاح مهرجان السينما الدولي في هذه الظروف سيجعل إيطاليا جديرة بحمل الفن العالمي لبر الأمان مستقبلاً. يعمل متطوعون روس على بناء ممر خشبي بطول 400 متر للوصول إلى موقع سقوط المركبة الفضائية الروسية الشهيرة التي كان يقودها رائد الفضاء أليكسي ليونيوف، والتي تحولت لمزار سياحي مرتبط بتاريخ روسيا. نتابع. أليكسي ليونيوف رائد فضاء روسي يعد أول من خرج للفضاء المفتوح في تاريخ البشرية. حدث هذا في عام 1965 حينما انتفخت بدلته الفضائية، إلا أنه نجح بالعودة للمركبة. وتميزت تلك الرحلة الفضائية بمشاكل كثيرة واجهها رائد الفضاء بعد عودة ليونوف إلى المركبة وهبوطها فيما بعد على الأرض في منطقة نائية غير مأهولة في غابة قرب مدينة بيروم المطلة على سلسلة جبال الأورال، وبقي هناك لفترة قبل وصول المساعدة. ليونوف تحول لبطل في عهد الاتحاد السوفيتي. اليوم يعمل متطوعون في مدينة بيرم على ممر خشبي طويل للوصول لموقع المركبة الفضائية لتحويله لمزار سياحي مرتبط بتاريخ روسيا. ليس لدينا أي صعوبات، فالعمل جاد سهل. شيء واحد فقط، بالأمس كان الطقس سيئا، كانت السماء تمطر، لقد أبحرنا قليلا مع المخيم بأكمله. استمر العمل في بناء هذا الممر الذي يبلغ طوله 400 متر أكثر من أسبوعين، وأصبح الوصول إلى موقع سقوط المركبة الروسية أسهل. لم يكن هناك طريق جيد مستقيم هنا، لكن الآن يمكن لأي شخص القدوم إلى هنا سيرا على الأقدام ورؤية الموقع الذي هبط فيه رواد الفضاء. مدينة بيرم الروسية اشتهرت من قصة سقوط المركبة الفضائية فيها، لذلك أخذت من الممر الخشبي شعارا للمدينة للترويج للسياحة التاريخية عبر زيارة موقع سقوط رائدي الفضاء. أهلا بكم من جديد. يعد مرض الثعلبة واحدا من أمراض المناعة الذاتية الشائعة، حين يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة بصيلات الشعر مسببا رقعا صغيرة. المرض الذي يصيب الرجال والنساء على حد سواء يسبب إحراجا للشخص المصاب، وتقف عوامل محفزة عدة للإصابة به. للمزيد تنضم إلينا من الشارقة دكتورة رندا النهاري، اختصاصية في أمراض الجلدية. أهلا بك دكتورة معنا في صباح العربية، ونتحدث اليوم عن هذا المرض المناعي. كيف يحدث؟ ما الذي يحدث للخلايا وكيف تهاجم بعضها البعض؟ صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. معكم الدكتورة رندا النهاري. حتكلم اليوم عن الثعلبة. يعتبر مرض الثعلبة من الأمراض الشائعة كثير من ضمن الأمراض الجلدية، زي ما حضرتك قلتوا إنه هي مرض مناعي، بيحصل نتيجة إنه في خلايا مناعية ذاتية في جسم الإنسان بتقوم بمهاجمة بصيلات الشعر وتدمرها، فبتحصل اللي هي هذه الآفة أو الشكل الثعلبة. طبعا زي ما قلت بتصيب الحريم والرجال. نعم. أكثر شيء بنشوفها في الأطفال والمراهقين. نعم. ممكن بتجي مع بعض أمراض مناعية ثانية، يعني بتجي مع الناس اللي عندهم الإكزيما الوراثية، سواء كان ربو تحسس جلدي أو كان ناس عندهم الذئبة اللي عندهم فقر الدم الحاد، اضطرابات الغدة الدرقية بتكون مصاحبة من ضمن هذه الأمراض المناعية. العامل الوراثي يعتبر عامل مهم جدا، 20% من الحالات بنشوف أنه بيكون أصلها في تاريخ عائلي في الأسرة عندهم،
بتكون الاضطرابات النفسية والاضطرابات العصبية لها أثر أيضا من مسبباتها، لأنها بيحصل اضطراب وبتنخفض فيه المناعة وبتحصل هذا الهجوم، خصوصا في الأطفال بيحصل الخوف، القلق، الاضطراب. كمان نقص بعض المعادن، أكثر دراسة حصلت أنه فيتامين دي له علاقة أيضا، نقص فيتامين الزنك، وجود خراجات في الجسم مثل خراجات في الأسنان، مشاكل الجيوب الأنفية، أحيانا كمان بتهيج المناعة وبتعمل اللي هي مشكلة الثعلبة. دكتورة، بالنسبة إحنا بنشوف طب هل العامل النفسي يلعب دور مهم في تفاقم هذه المشكلة؟ يعني في كثير من الأشخاص يمكن بيعانوا من الاكتئاب أو حالة معينة ويمكن تزيد هذه المشكلة عندهم. طبعا خصوصا الناس احنا نلقى اللي فقد لهم شخص عزيز وكذا، فجأة بيحصل هذه الآفة يعني، وبنشوفها كمان كثير في الأطفال فترة المدارس الامتحانات، بنلاحظ انه هذه تطلع هذه الآفات كثير، فنحاول انه احنا كمان علاجها برضو علاج نفسي، بنقلل من التوتر، من الخوف، من الاكتئاب، عشان بتتحسن كثير الحالة. طب دكتورة، تختلف حدة هذه الإصابة من شخص إلى آخر، وقد تكون رقعة وقد تكون مساحات كبيرة، كيف تختلف من شخص إلى آخر كيفية التحكم في هذا المرض؟ طبعا احنا لما بنشوفها لما تكون واحدة بتكون سهلة العلاج، يعني انها آفة واحدة، وبالعادة هي منطقة بتكون خالية من الشعر، الجلد حوالينها بيكون سليم تماما، ما في اي التهاب، ما في احمرار، ما في اي ألم. وبعضها بتكون عدة منتشرة، بعضها بتكون على شكل شريطي موجود على أطراف الشعر، هذه إن وجدت بتدل إنه العلاج بيكون استجابته صعبة شوي. بالنسبة للي بتكون شديدة أكثر، لما يفقد الشخص شعره كامل بنسميها الثعلبة الكلية، وأحيانا بيفقد جميع الشعر الموجود في الجسم، في اليدين، في الساقين، فبنسميها الثعلبة الشاملة. نعم، طيب طبعا علاجها بيكون أصعب. نعم، بالحديث عن العلاجات، يعني قبل أن نتوجه إلى العلاج الطبي، بعض الأشخاص يلجؤون إلى العلاجات التقليدية، مثلا وضع الثوم على فروة الرأس، إلى أي مدى هذه العلاجات يمكن أن تفاقم من المشكلة؟ طبعا احنا ما ننصح الناس انها بتتوجه للعلاج الموضعي او العلاج التقليدي اللي بيروحوا يعملوه، مثل وضع الخل، الثوم، بعضهم بيروحوا بيعملوا جروح بسيطه عشان بيحفزوا انبات البصيلات، بيفاقموا جدا من المشكله، بندخل من مشكله لمشكله ثانيه، بيحصل التهاب في المنطقه، تهيج، تحسس بشكل كبير، احيانا بيحصل تندب في المكان فتصير مكانها ندبه وما بيطلع نهائيا الشعر، فبنحاول قدر المستطاع لانكم انتم توجهوا للطبيب المختص بيعالجكم تحت اشراف طبي بمواد طبيه امنه. طب دكتورة، يقال أن لا يوجد علاجات يعني نهائية تنهي على المشكلة، ولكن هناك بعض العلاجات، الكريمات أو غيرها من الأمور، قد تعمل على السيطرة على الأعراض. لا، هي في موجود علاجات، يعني إحنا بنعطي في الكورتيزون، الكورتيزون الموضعي اللي بنحطه، بعض المواد اللي هي بنحطها بنطبقها في نفس المكان بتعمل شوية تهيج أو لإنبات الشعر بحقن الكورتيزون المخفف في المنطقة. في العلاجات الحديثة الآن اللي نزلت اللي هي العلاجات البيولوجية، يعني أكثر علاجات الآن بتستخدم خصوصا للناس اللي عندهم الثعلب المستعصية أو الشاملة والكلية، ولا تعطي نتائج يعني؟ حتى لو كان عد سنين كثير. فترة العلاج بنتوقع أنه بيحصل تساقط، لأنه البصيلة بتكون شوية ضعيفة أول ما بتطلع، فمتنبأ أنه بيحصل تساقط بعد طلوع الشعر، أو أنه بيطلع الشعر أبيض لأنه ما زالت البصيلة ضعيفة، بعدين بيطلع الشعر كويس. تقريبا 33% من الحالات بتتعالج لحال. كم تستغرق مدة العلاج؟ 33% في أقل من 6 شهور بيتعالجوا، سواء بالعلاجات أو حتى من غير. ممتاز. و50% منهم
عالجوا خلال أول سنة. جميل، ننتقل إلى أسئلة المشاهدين وأسئلة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، وإلى السؤال الأول. أعاني من خشونة اليد من كثرة استعمالي لمنظفات الأواني وأحس باحتراق باطن اليد، فماذا أعمل؟ طبعا معروف السبب، هي عارفة أنه استخدام المواد المنظفة هي اللي سببت هذه المشكلة. هذه المواد المنظفة بتعمل على أنها بتشيل الدهون الطبيعية الموجودة في اليدين، فبتعمل على خشونتها وتشققها ويحصل الالتهاب. فأول شيء أن إحنا بنتجنب هذه الأشياء، ما يكون فيها تلامس مباشرة مع سطح الجلد، تحاول أنها تلبس جوانتيات وتستخدم العلاجات المهدئة خلال هذه الفترة. طيب، استفسار آخر دكتورة، خلينا نشوفه. سبب الحساسية في فروة الشعر. أوكي، الحساسية بتجي تقريبا من شيء معين بتحطه على شعرها، تقريبا من أي روتين الآن صارت تستخدمه حديثا، طالما أنه ما فيش أي تحسس في باقي الجسم فموضعي في مكانه، فأكيد في مواد هي بتحطها بتعمل على تحسس فروة الشعر. من الصحة تراجع الطبيب تشوف. نعم، السؤال التالي. ما هو أفضل وأسرع علاج لتشقق الرجلين؟ تشقق الرجلين، مشكلة تشقق الرجلين بتحصل في الناس اللي هم كبار السن كثير، الناس اللي عندهم السكري والغدة الدرقية، يحاولوا أن يضبطوا علاجاتهم أكثر، يحاولوا أن يلبسوا الشوزات المغلقة أكثر وترطيبها، في مواد زي حامض الساليسيليك أسيد، مواد الكريمات اللي فيها اليوريا كثير بتساعد وبتحسن من هذه المشكلة. نعم، مشكلة الصدفية، هل وصل العلم إلى دواء؟ طبعا علاج الصدفية يختلف بحسب انتشارها في الجسم، يعني لو كانت منتشرة بشكل كبير في لها علاجات كثيرة الآن، موضع العلاج البيولوجي بايولوجيكال تريتمنت الآن كثير بتحسنها، وأصبحت يعني تعتبر مشكلة الصدفية مشكلة صارت سهلة العلاج جدا. ممتاز، شكرا. نعم، جزيلا لك دكتورة رندا نهاريس اختصاصية أمراض الجلدية، كنت معنا من الشارقة. شكرا. الخبر التالي من العراق. وتزامنا مع إلغاء القيود الصحية لجائحة كورونا، هناك أربيل تفتتح أكبر حديقة للحيوانات في الشرق الأوسط أمام مواطنيها والسياح. الحديقة ضمت نحو 180 صنفا من الحيوانات المفترسة وكذلك الأليفة. تقرير أحمد الحمداني والتفاصيل. صحيح أن اسمها أربيل زو، لكنها ليست حديقة للحيوانات فقط، فهذه الواحة الممتدة على مساحة 200 دونم مربع هي متنزه متكامل يضم محميات للحيوانات الأليفة، منها الغزلان والجمال والخيول، ومنها المفترسة المودعة بأقفاص محكمة مثل الأسود والنمور والفهود، ومنها التماسيح وغيرها. أكبر حديقة حيوانات في منطقة في الشرق الأوسط، هاي حديقة حيوانات شرق الأربيل، تقريبا 180 نوع حيوانات مفترسة أليفة موجود في الحديقة. 180 صنفا من الحيوانات استقدمت من بلدان عدة، منها حيوانات نادرة وأخرى مهددة بالانقراض. ولأول مرة في العراق بنيت أبراج فرعونية للحمام، وهي تحاكي أبراج الطيور في العهد المصري القديم، نفذها مختصون مصريون. هون عندنا المحمية الأولى، فيها حيوانات أليفة، يعني العالم فيها الطب جوا المحمية، تجي لجواتها مثلا تعطي الحيوانات أكل، في عندنا أنواع من الأحصنة، أنواع من الماعز، في عندنا غزلان، فيها نعامة، جمال. صممت حديقة حيوانات أربيل شركة ألمانية في هامبورغ، وهي توأمة هامبورغ زو، وتسعى إدارة هذا المشروع إلى إنشاء محميات للأسود وكذلك النمور البيضاء، وهي فصيلة نادرة في العالم. أحمد الحمداني، العربية، أربيل.
وصلنا إلى موضوعنا الرئيسي في حلقة اليوم، فمع رفع حظر التجول أعرب الشارع السعودي عن قلق كبير في ظل الأنباء التي تتحدث عن زيادة في عدد حالات الطلاق. وسهى الوعل تنقل لنا كل التفاصيل، نتابع. ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في أعقاب رفع حظر التجول تجاوز 95% بحسب أنباء صحفية أثار قلق المجتمع حول أسباب ذلك، وما إذا كان نتيجة أعباء نفسية أو مادية مرت بها العائلات خلال الفترة الماضية. إيش اللي حصل لما جاءت أزمة كورونا؟ هنا صار لازم الواحد يواجه المشكلات اللي عنده، اكتشف أنه هو فعلا كان في أزمة. وطبعا ده احنا بنقول اللي كان عنده اكتئاب أو كان عنده مشكلات في الزواج كلها زادت. وزير العدل مشكور قام آجلا بتطوير النظام العدلي لاستقبال هذا العدد الكثيف من القضايا الذي تدفق أثناء جائحة كورونا، وتم تقسيمها على عدة دوائر لاستيعاب هذا العدد. حلول كثيرة يضعها المختصون كخطوات مهمة قبل اللجوء للطلاق كحل نهائي من شأنها الإسهام في تقليل معدل الطلاق والحد من تزايده. أهم حاجة إذا أنت وزوجتك ما قدرتوا تتكيفوا مع هذه المشكلات أو مو عارفين حل، التجؤوا إلى الاستشارات الأسرية. تقريبا أنا بالنسبة لي 90% زادت عندي الحالات، صارت دبل دبل دبل، يعني حقيقة صارت المواعيد عندنا بالشهور، لأنه خلال الأزمة طبعا حصل تضررات كثير سواء من الناحية النفسية. الآن أصبحت أغلب القضايا تخفيفا عن كاهل القضاء أو القضاء تذهب إلى منصة تسمى منصة تراضي الصلح، وهناك مصلحين كثير، وأصبح جميع المحامين مسجلين تقريبا في هذه المنصة بحيث يلجأ لها الأشخاص قبل الذهاب إلى قاعة التقاضي وإشغال القضاء بقضايا يمكن أن تنجز صلحا قبل اللجوء إليها قضاء. يأتي الطلاق كواحد من أهم القضايا التي تشغل المجتمع مؤخرا، والتي تتعاون جميع الجهات والمؤسسات للبحث عن حلول للحد منه، خاصة وأن الظروف الحالية قللت كثيرا من الأعباء المترتبة على المقبلين على الزواج. سهى الوعل، العربية، جدة. للمزيد تنضم إلينا من جدة أخصائية العلاج النفسي هوازن بن زبر. صباح الخير هوازن، هل بالفعل الحجر المنزلي زاد من نسبة المشاكل بين الشريكين، أم أن المشاكل كانت متواجدة في السابق وهناك تراكمات والحجر المنزلي أشعل النار؟ اهلا وسهلا بكم، شكرا حقيقة للاستضافة. اهلا بك. يس طبعا، اكيد اكيد بعد الحجر المنزلي اللي صار ارتفعت يعني المشاكل اللي حتكون ممكن اوريدي موجوده في البيت. هي صحيح انها هي موجوده يعني بشكل عام، يعني حسب الدراسات وحسب الفلاسفه في هذا التخصص وجدوا انه الناس اللي على الحافه اون ذا ايدج يعني اوريدي هم عندهم مشاكل زوجيه، مثلا صراع مستمر، الخيانه الزوجيه سابقه، عدم توافق، هذه الظروف اللي هذه العوائل كانت عندهم زيادة خطورة للطلاق. بينما أنه حتى الناس اللي ما كان عندهم أو حتى أشياء مثلا متوسطة نقدر نقول سبب الحجر للمشاكل الزوجية. طيب يعني هذا يعني أنه في أشخاص أو زوجين ما كانوش يعرفوا بعض، وبالتالي هذه العزلة والوقت الكبير اللي إحنا قضيناه في الحج بدأنا نعرف شخصيات بعض، يعني ممكن بعد 10 و15 سنة قرروا الانفصال. هل هي فقط مشاكل تراكمية أم أيضا هناك أشياء جديدة اكتشفناها خلال هذا الوقت؟ يس يعني جدا جدا جميل سؤالك، لانه حقيقي هذه اكثر نقطه يعني اثارت المشاكل، لانه حقيقي احيان كثير من المتزوجين الكابلز كل واحد عايش حياه يعني مختلفه او منفصله عن الطرف الثاني، وتش زي ما بيقولوا اللي هي الطلاق العاطفي، ان هم عايشين في تحت مظله واحده في بيت واحد عشان الزواج، عشان الاولاد، عشان ممكن الكلتشر الثقافه، لكن هو حقيقه ما كان في زواج اللي هو في عاطفه بينهم ارتباط. في توافق بينهم. نعم. فبالفعل تفضل. الارتباط اقصد يعني. نعم ايوه، يعني ما كان في بينهم ارتباط
عارفين ما كان في بينهم حياة اوريدي موجودة، فبالتالي لما صار في حجر فبالتالي ما في منفذ من الطرف الثاني، فبالتالي مضطر ان هو زي ما قلتي اتعرفوا على بعض اكثر، عرفوا بعض اكثر. وطبعا لا ننسى العامل النفسي مره اثر على الطرفين، لانه كل طرف عنده كان تخوف، الخوف من المجهول، الخوف من الكورونا، اختلفوا على وجهات النظر نفسها كانت مختلفه، انه مثلا نطلع نسلم على هذا او ما نطلع، او كيف نحتاط، كيف نغسل مثلا المقاضي والاشياء اللي نشتريها. اختلفوا كمان على طريقه تربيه الاولاد، اختلفوا على المادة، وتش عامل مر عالي في الحجر المنزلي كان مسبب يعني في تقريبا نقول نفسيات البشر. نعم. بشكل عام الأمور المادية طبعا. طيب لكن يعني بالمقابل هناك العديد خسرت. نعم بالمقابل هناك عديد من العوائل أو يعني يمكن هذه كانت فرصة لهم لكي يعني يجددوا العلاقة فيما بينهم. اليوم ما هي الحلول المطروحة لتفادي الطلاق، وهل هناك مشاكل يعني لا يمكن حلها يعني واللجوء إلى العلاج النفسي يعني بتكون ورقة خاسرة؟ يس، أول حاجة حبيت فكرتك لما أنت قلت في ناس زاد الارتباط، بالفعل كثير ناس لأنه أريد الحمد لله العلاقة كانت متوسطة إلى ممتازة، فيعني تعرف على بعض أكثر، قربوا من بعض أكثر، حتى مثلا في المشاعر الكومن انترست ممكن يعني زي ما يقولوا اختلقوا أشياء مشتركة، وتز هذه هي اللي زي ما بتقول انه ايش الطرق اللي ممكن نقدر نقرب او نعالج الامور هذه. طبعا ابدا ما هي ورقه خاصره، الاستشارات الزوجيه الاسريه جدا مفيده في هذا الوقت ويحتاجوها الطرفين. بس في مشاكل يمكن نقرب وجهات النظر، يعني في مشاكل يمكن لا تعالج، العنف المنزلي او يعني هذه المشاكل يمكن العلاجات النفسيه يعني ما حتقرب الشريكين. للأسف ناس كتير تتوقع كده، لكن في السيفيريتي الحالات الجدا شديدة اللي فيها عنف لسنين سواء جسدي سواء لفظي، لكن بشكل عام على فكرة يعني الإرشاد في الزواج يوضح أمور قد يكون الشخص ما يعرفها عن الطرف الثاني من سنين، فبالتالي إيش بيصير معانا؟ تعديل معتقدات خاطئة كان فهمها عن الطرف الثاني، غير أنه حقيقي الواحد لما يكون متوتر يكون في مشاعر سلبية كتير، وتشيز هذا اللي حصل أنه مشاعرهم السلبية مرة عالية فخرجوها بطريقة خاطئة. طب هوازن، يعني أنت قلت العامل النفسي يلعب دورا في هذه المرحلة ويمكن الناس أخذوا قرار الطلاق، طبعا امتى يقرر ان هو يتراجع عن هذا القرار ويقول انه هذه يعني مرحلة صعبة مرينا فيها وكان في تأثير نفسي سيء؟ أكيد هو يعتمد على الشخص نفسه، بس بشكل عام لما أساساً الواحد يخطو هذه الخطوة أو يعني يروح لهذه الخطوة يبدأ يعيد حساباته، يبدأ يلاحظ أنه قد أكون أنا مخطئ في حق الشخص الثاني، قد خليني يعني أعطي هذه الزواجة فرصة للنظر لها بطريقة أخرى. طيب هوازن باختصار، بس كثير أساساً باختصار ما هو الحلول اليوم؟ يعني كيف منحل الموضوع إذا ما عاد هذا الحجر؟ كيف لازم يتصرفوا الشريكين مع بعضهم؟ هل يجب أن يكون هناك متنفس داخل المنزل، ممارسة اليوغا، الرياضة؟ باختصار لو سمحتي. ممتاز. كثير ننصح بانه اول حاجه السبيس اساسا، يعني حتى لو كان الاثنين يشتغلوا في نفس البيت، الاثنين مشاركوا اشياء كثير في البيت، مره يحتاجوا انه يخلوا سبيس اتليست لو نص ساعه في اليوم كل شخص فيهم نفصل عن بعض. طبعا غير مره كثير غير كثير اللي هي الايموشن ريجوليشن، هي ينظم المشاعر اللي عندهم. نعرف مره نقطه ممتازه، نعرف الطرف الثاني كيف يحب يخرج مشاعره، لانه في من الاطراف يحب يقعد لوحده وغالبا الرجال كده، لكن يعني البعض يحب احد يشاركه، يبغى يفضفض ويتكلم، غير انه ممكن الجيمنج نلعب مع بعض، واتشنج اللي هي نتفرج على بلاي ستيشن نشارك نعمل مشاركه في الكثير من الامور. هم بايام العزمه كانوا يلعبوا بلاي ستيشن. وصلت الفكره، شكرا جزيلا. بس لا حقيقي الناس انجبروا. شكرا لك وعلى كل هذه النصائح خصوصيه العلاج النفسي هوازن بن صقر، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع جديد، بتحب البيتزا؟ كتير بيبروني
أي نوع؟ يعني أي نوع؟ الخضار. مهم سعرات حرارية. صمم أحد المهندسين الفرنسيين روبوتا يقوم بصنع البيتزا، إذ يعمل هذا الرجل الآلي على صنع عشرات الأقراص من البيتزا في آن واحد، ويعد هذا أول روبوت لصنع البيتزا في العالم، كما وأنه فرنسي الصنع والتصميم. التفاصيل مع الزميل ليس بزاري. لم يتردد سيباستيان المهندس الفرنسي الشاب باختراع روبوت لصنع البيتزا في بلد يستهلك أكثر من نصف سكانه هذا النوع من الغذاء يوميا. رجل آلي يصنع البيتزا على مدى 24 ساعة دون توقف، والطريف في الأمر أنه لا يحتاج لمساعدة بشرية، فهو يقوم بالطهي والتنظيف الذاتي لجميع أدوات المطبخ التي يستخدم. فكرت باختراع هذا الرجل الآلي منذ فترة قريبة لسوء صنع البيتزا من قبل الطهاة في الحي. هذا الروبوت يتيح المجال للزبون باختيار عجينة البيتزا ومكوناتها ودرجة طهيها. تكمن قوة هذا الرجل الآلي في سرعته، فهو قادر على صنع عشرات الأقراص من البيتزا في آن واحد، أي قرص بيتزا كل 40 ثانية. أردنا التأكد من جودة ما يصنع الروبوت، فلم نجد أفضل من بطل العالم في صناعة البيتزا تياغي الفرنسي ليجيبنا. أنا فعلا معجب بالنتيجة، والجميل في الأمر أنه يمكن صناعة 500 ألف نوع من البيتزا عن طريق هذا الرجل الآلي، وذلك بتنويع المكونات التي يختارها الزبون. قد يكون هذا الروبوت الأنسب لصنع البيتزا، خصوصا في زمن كورونا، فالزبون يحصل على البيتزا التي يختار بأقل اتصال مع البشر، وهو ما يقلل من احتمالات نقل الوباء إليه. ليث بزاري، العربية، باريس. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من باريس الزميل ليث بزاري. صباح الخير يا ليث. صباح الخير، اشتقنا لك. صباح الخير لكما. صباح الخير يا مروة، اشتقنا لك يا طيب القلب. وينك رأي عبد المجيد عبد الله؟ اختفيتي فترة طويلة، وأكيد انبسطت في مصر. أنا مصر أعشق هذا البلد وأتمنى أعيش فيه. تخيلي هذا التصريح. تشرفنا في أي على وقت. على كل حال، الفكرة كانت أنه ألبس بياع بيتزا، بس طلع شكلي مخبر، ما بعرف كيف زبطت معنا هيك، بس طلع شكلنا مخبر. ليث خليني أسألك بس سؤال، روبوت بس بيعمل بيتزا ولا ممكن يعمل خدمات أخرى؟ خلينا على البيتزا. لا، بعمل بس بيتزا. بس بما انك حكيتي عن البيتزا، سألك شربل قبل شوي شو بتحبي انواع بيتزا الخضار. الله عليك، 6420 كيلومتر اللي بتفصلنا عن بعض، ممكن نوصل لك اياها. بكره بيخترعوا طريقه من هون توصل عندكم على استوديو في دبي بكل بساطه. على كل حال، خلينا نستغل الوقت ونحكي عن سيباستيان الذي اخترع هذا الجهاز. طبعا دفعه شغفه. تخيلوا قد ايه الواحد لما يكون عنده شغف لعمل اي شيء، وهو عنده حب للالكترونيات، كيف قدر يوصل هذا الشاب الى العالميه، لانه هذا اول روبوت، يمكن يعني هو اول روبوت لصنع البيتزا عالميا، مثل ما حكى لنا الشيف ثلاث مرات بطل العالم في صنع البيتزا تيري، شفناه هو من اصول ايطاليه، قال لي هذا لا يختلف كثيرا عن البيتزا الكلاسيكيه. شغف سيباستيان الالكترونيات دفعه يا جماعه للبدء بالعمل على صنع هذا الروبوت من مخزن بيته. تخيلوا كان بس بمخزن بيت اهله عم بحضر لصناعه هذا الروبوت. طبعا هذا اول روبوت لصنع البيتزا في العالم، دقائق او لحظات قليله لعمل البيتزا الواحده من الالف الى الياء. يوجد في المطعم لوحه تظهر او شاشه تظهر للزبون، يعني تحديدا دقيقة أو لحظة خروج البيتزا من الفرن وأن تكون جاهزة للتناول. النظافة هي الأولوية في هذا المكان، خصوصا هذه الأيام، أي في زمن كورونا. كل ساعتين يقوم الروبوت بتنظيف نفسه بنفسه. تخيلوا الروبوت يحوي 35 ألف نوع من المكونات، يعني يمكن للشخص عمل البيتزا التي يحب بحذف أو إضافة المكونات التي يرغب بإضافتها أو 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 إضافة أو شيلها من أو تنحيها من البيتزا، من قرص البيتزا. التطبيق على الهاتف الذكي يحفظ. طب ليس يعني بأربعين ثانية بيعمل قرص بيتزا يعني عم يسابق الزمن. كيف هيدي السرعة عنده للروبوت؟ صح،
هذه ماكينة، الرجل الآلي هي ماكينة بيتزا. لا تملك يعني لا تملك، ما عندها تعب، ممكن تكون تعمل بما أنه أكثر من ذراع، عدة أذرعة ممكن يعمل الواحد أكثر من بيتزا. الحلو بالموضوع شربل أو مروة، إذا اشتريتوا هالبيتزا عن طريق سمارت فون أو التليفون الذكي بحفظ التليفون ما تحبين من بيتزا، يعني أنت الخضار دائما كل ما توصل عند هالمحل أو عند هذا الروبوت رأسا بتذكر أنه مروة فهمي بتعرف طلبك بيتزا الخضار، وهذا رأسا كل أنواع البيتزا. بعرف أنه بحب السومو السلمون، فهيك شربل لما تطلب سلمون رأسا بتذكر أنه سلمون، بتقدر تغير المكونات. فكرة كتير حلوة. خليني أسألك، ماذا تدخل هذا المهندس في برمجة الروبوت إزاي قدر يوصل لخمسين ألف نوع من أنواع البيتزا؟ وهل في صيانة له كل فترة؟ ألف، نصف مليون نوع من البيتزا، ما شاء الله. هذا رقم مخيف. يعني بس بتغيير المكونات، بما أنه في 35 ألف من المكونات بيقدر يصنع هذا الروبوت نصف مليون، 500 ألف نوع من البيتزا. على فكرة الزملاء في دبي سألوني، اتصلوا فيه أكثر من مرة، هل أنت متأكد نصف مليون؟ نعم نصف مليون. طب وين موجود الروبوت؟ أي مطعم؟ واحدة ولكن المكونات مختلفة. وين موجود الروبوت؟ بنعمل دعاية شربل؟ لا، هو موجود في منطقة في 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 أحد المراكز التجارية قرب باريس، ولكن سوف أكيد رح نشوفه. خطة سيباستيان رح يكون عندكم في دبي، في مطار دبي قريبا وبعض مطارات العالم، وهي الفكرة أنه الواحد يقدر يحصل على البيتزا بأي لحظة من النهار أو ليلا 24 ساعة، لأنه هذا ما بيحتاج يكون موجود حدا جنب هذا. طب إيه الإجراءات الوقائية في ظل يعني كورونا اللي يتخذها هذا الروبوت؟ التنظيفات، طبعا التنظيف هو شكل اساسي، وما في اختلاط، ما في تقارب مع الانسان مروه. يعني الشخص بس بيفتح العلبه مثل ما شفنا بالتقرير، بيفتح الخزانه الموجوده، بيسحب البيتزا مثل اي ماكينه ثانيه، لا يوجد ما حدا بوصل، يعني ما في تواصل، ما في احتكاك. حتى لو كان هناك احتكاك بين الروبوت والانسان، فهذا روبوت وهو لا ما بتوقع كورونا، أعمل إنه يكون محظوظ ما عنده فيروس كورونا، او قد يكون ناقل لفيروس كورونا. على كل حال، قطر البيتزا، رح نحكي عن حجم البيتزا، 28 سنتيمتر الى 30 سنتيمتر، ويتراوح سعر البيتزا من 30 من عفوا مش 30 من 9 يورو الى 14 يورو. بعتينا البيتزا، بعتينا البيتزا يا ليت. شكرا جزيلا على وجودك معنا من باريس، وانبسطنا فيك، انبسطنا بالريبوت، انبسطنا بالبيتزا. إلى الخبر الأول من ووهان الصينية، عاد طلاب يضعون كمامات إلى فصولهم الدراسية في ووهان الصينية التي ظهر فيروس كورونا لأول مرة فيها نهاية 2019 مع فتح المدارس بعد 7 أشهر من التوقف. وقد اتخذ قرابة 1,400,000 طالب مكانهم في نحو 2,800,000 مدرسة ابتدائية وإعدادية. السلطات نصحت الطلاب بوضع الكمامات في الذهاب والعودة مع تفادي استقلال الحافلات والقطارات العامة قدر الإمكان. أطلقت الحكومة البريطانية برنامجا لتعزيز ممرات ركوب الدراجات وتوسيع ممرات المشاة في خطوة ستتيح تباعدا اجتماعيا أكبر. فمع تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل أكبر، يستعد المسؤولون لزيادة عدد مستخدمي الدراجات بمقدار 10 أضعاف وزيادة المشي بمقدار 5 أضعاف. ويعد تغيير الشوارع التاريخية في وسط لندن خطوة جريئة من المرجح أن تكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من الدولارات. بعد أن تحول لمستشفى ميداني خلال ذروة وباء كورونا، تم إعادة فتح ملعب في سان باولو بالبرازيل، لكن هذه المرة كسينما للسيارات. وتستوعب السينما المعدلة 248 سيارة كحد أقصى، وسيتم قياس درجات حرارة جميع الحضور عند المدخل، كما ستحافظ السيارات على مسافة متر واحد فيما بينها على أن تبقى نوافذها مغلقة أثناء العرض. ملفت للنظر هذا العرض.
استأجر النجم الأمريكي العالمي توم كروز سفينة سياحية بقيمة 672 ألف دولار في النرويج لمنع مزيد من الإصابات بفيروس كورونا بين طاقم عمل المهمة المستحيلة حتى يتم عرض الفيلم في موعده المقرر في نوفمبر 2021. واستؤنف تصوير فيلم الأكشن والحركة في لندن في يوليو الماضي مع توقف دام 5 أشهر بسبب الوباء. واستأجر كروز سفينة هورتي جروتن التي تستوعب 500 راكب وهي مصممة للإبحار في المياه القاسية مناخيا. أكيد كنا بانتظار مشاهدة الفيلم. في خطوة ترمي إلى إبقاء ذكرى دائمة من وباء كوفيد-19، قرر المكسيكي أومي ديبوا أن يعرض على الأشخاص المتعافين من الفيروس في مدينة مونتريي شمال المكسيك أن يدق لهم على جلد وشمن بعبارة ناج من كوفيد-19 لتكون بمثابة هدية لجميع الذين فقدوا شيئا ما خلال الوباء. وسجلت المكسيك رسميا أكثر من 460 ألف وفاة من أصل حوالي 600 ألف إصابة بكورونا. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية. ختام حلقات اليوم مع الشابة الإماراتية التي أحبت الغناء منذ الطفولة ودفعها شغفها إلى إتقان العزف على البيانو والتشيلو، بالإضافة إلى دخول عالم الغناء الأوبرالي والذي يعتبر حديث الولادة في المنطقة، وتطمح إلى الاحترافية من خشبة مسرح دبي أوبرا إلى العالمية. كيف فاطمة؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو صاحبة الصوت الأوبرالي فاطمة الهاشمي. صباح الخير يا فاطمة، ما شاء الله عليك، يعني بين العزف على تشيلو والبيانو والغناء الأوبرالي، أين أنت بتلاقي نفسك أكثر ولماذا اخترتي اللون الأوبرالي؟ أولا صباح النور. هلا فيكم. بصراحة أنا لأنه بدايتي كانت على آلة البيانو وكنت أكثر للموسيقى الكلاسيكية، فمن ناحية الغنى وبما أني أنا أحب أغني من أنا صغيرة فكان الأقرب هو فن الأوبرا. يعني من عمري 9 سنوات تقريبا يمكن بدأ هذا الحب وهذا الشغف، ولكن يعني إلى الأوبرا يمكن هذا الموضوع غريب في منطقة الخليج، هو محب للموسيقى ومحب لأنواع مختلفة منها، ولكن الأوبرا يمكن نخبوي إلى حد ما. كيف توجهت إلى هذا النوع تحديدا؟ بصراحة هو أنا حضرت كان حفل موسيقي في بيت السفير الفرنسي، حفل خاص، ولقيت مغنية أوبرا إماراتية سارة الجيواني، ولما حضرت لها حسيت أن هذا الفن وايد يعني لامس قلبي، وحسيت أنه هو الأقرب لي بصراحة أني أنا أتعلمه، ومن وقتها يعني
يعني تقريبا 4 سنين الحين تعلمته والحين قاعدة أمارسه. طب فاطمة، بمين تأثرتي من الموسيقيين العالميين، وعلى أي مسرح أنت بتحلمي أنه تكوني موجودة، مسرح أوبرالي؟ بصراحة يعني في الموسيقى الكلاسيكية خلنا نقول الحقبة الأقرب لي هي الحقبة الرومانسية، وكعازفة بيانو المؤلف خلنا نقول الأقرب إلى قلبي هو شوبان. ومن ناحية الأوبرا وايد أحب الأوبرا الفرنسية كارمن لجورج بيزيه، وبعد أحب أكيد الأوبرا الإيطالية بالذات أوبرات فيردي. وبالنسبة للمسرح طبعا اللي أحلم إن شاء الله يا رب أوصل له لاسكالا في إيطاليا إن شاء الله. يمكن قدمت عدة مقطوعات على في أوبرا في باريس، الجمهور الغربي كيف تقبل فاطمة؟ بصراحة هم يكونون تعرفين الصدمة الإيجابية. أولا لأني أنا دائما لما أطلع على المسارح وأمثل الإمارات دائما أكون بلبسي حتى لو كان خارج الإمارات، فأكون بالعباء والشيلة، فهم يستغربون أن في وحدة عربية خليجية تغني أوبرا اللي هو فنهم هم بالعباء والشيلة، فوايد يقدرون هذا. تغني فرنسي كمان، صحيح. يعني تنطق بالطريقة السليمة والصحيحة إن شاء الله يعني. فاطمة، بزمن كورونا يعني الكل يسوق لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف بتحاولي أنه تنشري هيدي الأغاني خصوصا أنك عربية وعم تغني باللغة الأجنبية؟ بصراحة بهالفترة يعني أنا لاحظت أن أغلب الموسيقيين والمغنيين كلهم طالعين على السوشيال ميديا، لأن كل شيء يتوقف مثل ما احنا عارفين بسبب الأوضاع أكيد. ولكن واحدة من الفرص الجميلة اللي صارت لي بهالفترة اللي هي كانت المسابقة من البيت إلى المسرح عن طريق أوبرا دبي، فهذا الشيء يعني هو اللي خلاني بالأصح وايد أكتف بهالفترة. وغير عن شيء بعد انشغلت بموضوع أكاديمية الإعلام الجديد، لأن بدينا إحنا الحصص وكيف إن إحنا نشتغل بحكم أني أنا اختاروني من ضمن الدفعة الأولى، فكيف إن إحنا كمواهب نشتغل على مواهبنا عن طريق السوشيال ميديا. يعني أنا عايز أعرف قصة التشيلو تحديدا، يمكن عزفتي على العديد من الآلات الموسيقية، وفي في العيلة يعني فنانين بيعزفوا على مختلف أي تخت الشرقي، خليني أسألك تشيلو تحديدا، ما هو سبب عشقك لهذه الآلة؟ بصراحة التشيلو يعني هو آخر شيء ممكن تقولين أني أنا بديت فيه، لأن يمكن عن طريق بعد الأوبرا أغلب خلنا نقول الأرياز اللي هي المقطوعات الأوبرالية آلات التشيلو تعزفها، لأن آلة التشيلو هي أقرب آلة لصوت الإنسان. وصوتها عميق يدخل سهلة في العزف؟ لا. طب حابين نسمع صوتك أغنية أكيد منك. إن شاء الله. طيب خلينا نشوف المايك تقدري تاخديه. انبسطنا فيك، اتمنى لك كل التوفيق. كانت معنا فاطمة الهاشمي صاحبة الصوت الأوبرالي. نهاية حلقة اليوم، إلى الغد، نراكم غدا، إلى اللقاء.